تعرف على حضرتك؟ طارق شرابي من شباب شهداء سوريا. اليوم يوم الجمعة والنهاردة قدام الجامعة العربية يوجد تحضير لغدا السبت، فما اليوم انتوا يعني استعدادكم لغدا ان شاء الله؟ الاستعداد للغد، في الغد سيكون اجتماع لوزراء الخارجية العرب بعد المهلة المعطاة، وهي ما سمي لدى شباب الثورة هي مهلة الدم. هذه المهلة التي كانت بعدها عدد الضحايا يتجاوز 1000 شهيد من أطفال وشيوخ وشباب. هذه المهلة التي أعطيت من قبل هذه الجامعة العربية، والجامعة العربية عرفت على مدى التاريخ لم يؤخذ تحت قبة هذه الجامعة لا برئاسة عمر بوسى ولا بالنبيل العربي ولا بقبله أي موقف تجاه الشعوب العربية تحتسب لهم بالجيدة. هذه الجامعة ذات الازدواجية بالمعايير الاجتماعية والإنسانية، هذه الجامعة التي تعطي بشار الأسد ونظامه المجرم المهلة تلو المهلة لإراقة دماء الشعب، لقمع هذا الشعب من أجل السكوت عن الحق. في الغد سيكون حشد كبير من جميع فعاليات الثورة المصرية، سيكون حشد كبير من فعاليات الثورة السورية والجالية السورية المقيمة في مصر. في الغد سيكون نقول كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، لأننا نعرف تماما أن هذه الجامعة لن تجمد تلك عضوية هذا المجرم وسفير سوريا يوسف الأحمد الذي أصبح لم يمثل سوريا ولم يمثل الشعب السوري، ويجب طرده من الأسرة العربية. ولكن نعرف تماما أنه لم يحصل مثل هذا، ولا في هذا الحال سوف نحشد قوانا لكي نقول حسبي الله ونعم الوكيل، وننقل رسالة الشعب السوري بأن سوريا وشعبها سيعتمدوا على الله وعلى نفسهم، ونحمل الجامعة العربية مسؤولية قدوم سوريا لحرب أهلية، لأن الشعب يبدأ يتسلح ويرتدي الزي العسكري، وكل هذا ذنبه على الجامعة العربية وساهمت به. ونبيل العربي قبل أشهر ذهب إلى سوريا، وبعد ذهابه إلى سوريا رجع إلى مقر هذه الجامعة وقال إنني مطمئن القلب لإصلاحات بشار، وبعد ذهابه ورجوعه لحد هذه اللحظة كان عدد القتلى 3000 أو 4000. فحسبي الله ونعم الوكيل بحكامنا العرب، وحسبي الله ونعم الوكيل بهذه الجامعة التي تخدم الدكتاتوريات العربية، وسوف تسقط هذه الجامعة مع سقوط آخر دكتاتور عربي. ماذا تريدين يعني تنسيقا مع المعارضة السورية في مصر، حيث أنكم اعترضتم على بعض المعارضة وهي داخلة تقابل النبيل العربي؟ هذه ما سميت بجبهة الوطنية للتفاوض أو للحوار، هذه أتت إلى هنا من قبل بشار الأسد، سوف تدخل كانت وتتحاور مع الجامعة العربية عن طريق الإصلاح. نحن ليس همجين كما قيل أو علق على هذا الشعب، ولكن هذا الشعب قوبل هذه الجامعة هذه الجهة بالبيض والضرب، لأنه شعب يتعلم في هذه اللحظات يتعلم أول حروف الديمقراطية، فهو حرم من كلمة حرية لسنوات، فهو لا يعرف كلمة ديمقراطية، فوجد أن وسيلة للبيض أو كمظهر حضاري للتعبير. ولكن الشعب اليوم الجمعة قال في مظاهرته أنه يرفض هذا الحوار ويرفض هذه ولا يمثله إلى المجلس الوطني، وحتى المجلس الوطني إذا أول غلطة له ستكون هذا الشعب الواعي يتنبه لها وأيضا يفصله من الثورة. ولكن نحن ضد أي أحد، حتى المجلس الوطني لو حاور مع الجامعة أو مع أي شيء، نحن ضد كلمة حوار، لأنه أصبح هذا النظام مجرم لا وجود له في الأسرة السورية ويجب إسقاطه بجميع الوسائل. السيد نبيل العربي قال أنكم يعني أو شبه أنكم يعني إيه تختلفون بينكم وبين البعض، فهل يوجد اختلاف أم يوجد تنسيق بينكم وبين المعارضة جميعا؟ لا يوجد خلاف كمبدأ خلاف، ولكن يوجد اختلاف في وجهات النظر، فيوجد بيننا ما يقول أن عملكم تجاه هذا الحشد الذي جاء أنه عمل همجي، والبعض يقول أنه ليس عمل همجي. نحن نقف في الوسط، نحاول فكل يعني إخماد أي خلاف هو صغير يعني مبدئي، لأن هذا الشيء الذي يحصل ما يسميه
السبيل العربي خلافات، هذا شيء صحي تماما لشعب فقد الديمقراطية، فقد المؤسسات الديمقراطية، فقد التعبير عن الحرية بسبب هذا النظام القمعي طوال 42 عاما. فهذا شيء صحي، يحدث خلافات من أجل بعد هذه الخلافات يحدث الوفاق. إذن سنتقابل غدا في الصباح السبت 9 صباحا إن شاء الله نغطي لكم وشبكة قنت. أشكر حضرتك. نعم، شكرا للقناة، شكرا لوقفتكم مع هذه الثورة. شكرا. شكرا.